بص بقى، الخبر اللي جاي والملف اللي جاي اللي انا عايزه اتكلم فيه طبعا، وانا وانت كنا بنتناقش فيه اصلا قبل الهوا يعني، وهو ملف بيأكد او بيعكس اهتمام دايما القياده السياسيه لما بتهتم بملف معين الموضوع بيختلف تماما عن الارض صحيح. او على الارض. والقصه دي ممكن تكون يعني جميله جدا وبتسعدنا بشكل كبير، بس في نفس الوقت فيها نقطة صغيرة كده الواحد بيبقى برضو نفسه إن هي تبقى مش موجودة. بمعنى، هو أنا لازم كل حاجة عشان تتغير على الأرض وتبقى أفضل لازم يبقى في قرار من فوق؟ يعني هي دي النقطة، أو اهتمام من فوق. ليه ما بيبقاش في اهتمام بالشكل المطلوب؟ طبعا في اهتمام، ما بقولش ما فيش، بس ليه ما بيكونش بالشكل المطلوب؟ أنا بتكلم تحديدا عن ملف هو توجيهات السيد الرئيس، بمضاعفة هنا كمان يعني الكفاءات أو قيمة، خلينا نقول مكافآت أبطالنا في مختلف الألعاب. وبالفعل بعد القرار ده دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد مؤتمر صحفي أمس، كان تحديدا امبارح، للإعلان عن زيادة الحوافز وتخصيص رواتب شهرية للأبطال وزيادة دعم الاتحادات بناء على التصنيف الدولي. حاجة محترمة أكيد. هنروح نتابع التفاصيل في التقرير ده، بس هرجع قبل ما نروح عايز أقول بس حاجة أكيدة أو أخيرة. أتمنى يكون الاهتمام ده نابع من يعني الجهات المعنية يا كريم من نفسها. طبعا بيكون في بادجت، وطبعا بيكون في عبء كبير، وطبعا أنا ما عنديش شك أن كل جهة ومنهم وزارة الشباب والرياضة بتدعم الاتحادات باللي عندها أو بما لديها، بس دايما يكون في فكر مختلف، دايما يكون في حتى ولو دعم في الأفكار. ممكن وزارة الشباب عندها مثلا لجنة جوه بتدعم الاتحادات مش بس ماديا، لا، من ناحية أن هي تجيب خبراء إزاي يقدروا يطوروا ويزودوا من الدعم ومن الدخل أو المدخول للاتحادات المختلفة. يعني فهمني حتى استراتيجيك، يعني اللي هو حاجة استراتيجية، فكر مختلف على الأرض إن هم يساعدوهم فيه، دي مهمة. يعني أنا عندي إجابة على السؤال اللي أنت طرحتيه في أول كلامك، يعني مسألة إن إحنا لازم نستنى قرار رئاسي عشان الأمور تتحرك. فبسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة نعم. يعني على الأقل الفترة اللي فاتت كنا من الواضح إن إحنا لازم في كل ملف من الملفات، حتى لو كان ملف لا يستدعي أساسا، لكن لازم يكون في قرار سيادي جاي من سيادة الرئيس عشان الأمور تبتدي تتحرك. أو تتحسن للأمانة على الأقل. دي من ضمن الحاجات اللي يعني هي فيها جانبين، في جانب لطيف فكرة إن سيادة الرئيس برغم كل المشاغل وكل المسؤوليات، لكن الحقيقة يعني متابع كل حاجة بتحصل على أرض الوطن، وأي كلام بيتقال بيحمل شيء من السلبيات تتعلق بكيان وزاري ما أو بجهة ما من جهات الدولة، الحقيقة لا يدخر أي جهد، ولا وفي كسر من الثانية بتلاقيه يطلع قرار، وقرار فعلا بينفذ في ساعتها. لكن على صعيد تاني، ده بقى التساؤل اللي هواند طرحته، واحنا ليه لازم نستنى لما حاجه زي كده تحصل؟ ليه ما نستناش اشاده جايه من فوق بان احنا شايفين شغلنا كما ينبغي؟ والكلام ده احنا مش بنقوله يا كريم بناء عن يعني راينا الشخصي، احنا لما بنقعد مع رؤساء اتحادات، وحضراتكم كنتوا بتتابعوا كل اللقاءات دي، هم اللي بيتكلموا ان في مشاكل ماديه، ويمكن يعني الدعم المخصص ليهم او القيمه المخصصه ليهم من وزاره الشباب غير كافيه. وزاره الشباب طبعا هرجع اقول تاني، هي عندها بادجت هي يعني معنيه بيهم، هتعمل ايه؟ لكن زي ما بقول ممكن يبقى في دعم معنوي، دعم فكري، دعم باي شكل من الاشكال الاخر، ان هو يساعدوهم حتى الابطال لو عندهم مشاكل يقدروا ان هم يلجأوا، لو الاتحاد ما ساعدهمش يا كريم ما حلش المشكله، يبقى في جهه معينه في وزاره الشباب والرياضه يقدروا ان هم يتواصلوا معاهم بسهوله. يعني ده اللي انا بتكلم فيه، تذليل العقبات أهم من أي حاجة. صحيح. على كل حال خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. احنا الارقام اللي قلتها قدام فخامه الرئيس مرتبطين بيها وهتزيد ان شاء الله رب العالمين، مرتبطين بيها وهتزيد، وان شاء الله من السنه دي، ان شاء الله من السنه دي حتى الجزء الافريقي. طبعا حتى الجزء الافريقي طبعا، دي حاجه جميله جدا جدا، ويمكن اول مره تحصل من فتره، ويمكن حتى الناس اللي متابعه، هي تعليمات من الرئيس من السيسي كان في مؤتمر الاسبوع اللي فات، وحافز كبير قوي للرياضيين في مصر. مش عايزين نقول ان في ناس بتسيب وتمشي عشان مصر، يعني لا بالعكس، عندنا ابطال كتير جدا، وعندنا في طفره رياضيه يمكن الفتره اللي فاتت دي في كل الفرق الرياضيه سواء الفرديه او الجماعيه. فطبعا القياده السياسيه ومعالي الوزير في احتفال النهارده بالرياضيين واللي حققوه الفتره اللي فاتت،
وشبه مفاجأة ليهم طبعا ان هيبقى يتم مضاعفات المكافآت سواء على المستوى العالمي او المستوى القاري. حضرتك عارفه احنا في نظام احترافي شويه، فكل الرياضيين بيبقى يعني جزء الانتماء الاكبر بيبقى للانديه. النهارده لا، في جزء كبير جدا للمنتخبات القوميه، واحنا لمسنا ده في الاتحاد بتاعنا وبخص اتحاد الكره الطايره. اتحاد الكره الطايره طلع مكافاه استثنائيه من قبل حتى المكافاه بتاعت الوزاره، فاكيد ده تشجيع لجميع المراحل السنيه والفرق كلها سواء الفرديه او الجماعيه. هو طبعا ده تقدير كبير لينا، وان سياده الوزير قال حاجه زي ديت فده تقدير لينا، وان هو خد قرار زي دوت يعني تقدير لينا، وبيخلينا ان احنا نتحفز ان احنا يعني نطلع جهد اكبر، وان يعني نحاول ان احنا نوصل لحاجه اعلى، لان يعني دي حاجه فيها تحفيز كبير وكده يعني. هو طبعا اسم الاهلي اسم كبير جدا يعني، وحاجه تشرف اكيد، بس طبعا اسم مصر يعني حاجه اكبر، لان النادي الاهلي جوه مصر، فطبعا دي حاجه اكبر وحاجه يعني تشرف. هو ده اكيد تقدير كويس قوي من سياده الوزير يعني، ودي حاجه اكيد بتشجعنا اكتر، وان احنا بنمثل مصر فدي حاجه اكيد هتشجعنا قوي يعني. والله هو اي دعم من اي نوع بيفرق مع اللعيب، اللي هو بيبقى لا هو حاسس ان في حد وراه، في حد بيدعمه، فده بيفرق معاه اصلا ان هو نازل فعلا لا انا الوزاره مدعماني، فانا ان شاء الله هعمل اداء اعلى حاجه عندي. تقدير كبير قوي من دكتور اشرف صبحي طبعا، والدوله على طول بيبقوا في ظهرنا على طول، ودكتور اشرف صبحي كلمنا واحنا في كاس العالم وكان بيساندنا على طول الوقت، وطبعا الاتحاد المصري دكتور محمد الامين جه في كوارتر فاينل والحمد لله ساندونا وعمل لنا كل حاجه احنا محتاجينها. دي اول مره تحصل المكافئات وكده، الموضوع فيه دعم واحنا طبعا مبسوطين بالموضوع ده. حصل ان احنا حصلنا على المركز الثاني في بطوله افريقيا اللي فاتت وتاهلنا لكاس عالم، فده يمكن حدث ما حصلش من 20 سنه، فده ان الاداره تبقى الاتحاد والوزاره وكده يبقوا في ظهرنا، طبعا ده حاجه كبيره بالنسبه لنا، وان شاء الله نبقى اللي هو نوعدهم ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه في كاس عالم ان شاء الله. هي خبر حلو جدا ودعم مطلوب يعني، حتى لو كان متاخر نسبيا بس كتر خير الدنيا ان هو حصل بالفعل، وفكره مضاعفه الاجور وفكره ان ابطالنا ابطال الذهب الاولمبيين هيحصلوا على معاش مدى الحياه، اكيد كل التفاصيل دي هتشكل حافز كبير جدا عند كل